نظم مجلس الدوله بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الاداري مؤتمرا دوليا ليكشف الاحكام التي اصدرتها محاكم القضاء الاداري في ظل الاجراءات الاستثنائيه المعمول بها في ظل وباء كورونا وللمزيد في سياق التقرير التالي تحت عنوان أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا، نظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري مؤتمرًا دوليًا بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب في الشأن القضائي. لقد نشأ الاتحاد العربي للقضاء الإداري بسواعد قانونية عربية هادفًا منذ يومه الأول الى توطيد روابط الاخوه والصداقه بين المحاكم العليا الاداريه ومجالس الدوله في الدول العربيه وتيسير سبل تبادل الخبرات واثراء المعارف القضائيه الاداريه وتوحيد اجتهاداتها تدعيما العر... للعمل العربي المشترك نواه لوحدات عربيه شامله في هذا المجال المؤتمر ده جاي بيناقش مساله عانينا منها كلها كلنا في الفتره الماضيه خاصه باثر ازمه كوفيد 19 على الانظمه القضائيه هنتكلم ازاي كان اثر هذه الازمه ازاي الاحكام المحاكم عالجت تداعيات الازمه ازاي تناولت قرارات اللي اتخذتها بعض الحكومات لمعالجه هذه الازمه، هنتناول هذه الموضوعات كلها من واقع الاحكام اللي صدرت من المحاكم المختلفه. المؤتمر يتيح الاطلاع على التجارب الاخرى في الدول الاخرى. نريد ان نناقش تجارب الدول اعضاء في الاتحاد وكذلك في العالم في مواجهه هذا الوباء، ما هي الاجراءات التي اتخذتها الدول من اجل الحد من انتشار هذا الوباء، واثر ذلك على مناحي الحياه العامه، وكذلك على القضاء بصفه خاصه. جدول اعمال المؤتمر تضمن عددا من الجلسات والمحاور من بينها الضبط الاداري تعريفه ووسائله. وجلسة خاصة بنطاق سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية وباء كوفيد 19 بالإضافة لتطبيقات القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة في الظروف الاستثنائية الإدارة تتخذ تدابير كما تعلمون لنبدأ من من أبسط الأمور هو وضع الكمامة تعلمون ببعض الدول دول الغربية مثلا في خرجت مظاهرات ترفض وضع الكمامة والبعض طعن هناك أشخاص أو جمعيات طعنت أنه أمام القضاء الإداري أنه هذا الأمر أنه وضع الكمامة يقيد الحرية أنا ليه بدك تلزمني أضع الكمامة وما في أظهر أو أقفل محلات بساعات معينة وإلى آخره هنا تصدى القضاء الإداري لهذا العمل على عدة أصعدة ستشارك حكومة السودان بورقة علمية عن الرغابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة ودوره في مكافحة الفساد كواحدة من المسائل اللي مهمة جدا يكاد تكون تحتوتها محاور هذا المؤتمر وتعكس مدى التطبيقات القضائية المتباينة على الصعيد العربي فيما يتعلق بدور الرغبة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة كواحدة من المسائل الشائكة وتتباين فيها وجهات النظر تباين مطلق الاتحاد العربي للقضاء الاداري نشأ بسواعد قانونيه عربيه هادفه الى توطيد روابط الاخوه والصداقه بين الاتحاد ومحاكم القضاء الاداري، حيث تاتي اهميه عمل الاتحاد من اهميه القضاء الاداري ذاته في حمايه المشروعيه بمساعده الجهات الاداريه على اداء مهامها من جهه والحفاظ على حقوق وحريات الافراد من جهه اخرى. احمد الحسيني، التلفزيون المصري.